بصلية ناعمة، فص توم ناعم، نقلبهم مع بعض. عايزك تتعلمي تعملي السمك في البيت، شيل دي من هنا. حاضر يا غالي، مهمة جدا على فكرة. والبصلية بتتحمر عشان عينيا، بحط شوية زعتر حلوين، ده الطبيعي. الزعتر يقي العين من دموع البصل. فين الزعتر يا سادة؟ الله أكبر، نحط كده. جيبوا لي الزعتر يا شباب. ناخد البهارات دي، حلوة، وشوية فلفل كده. بتبل البصلية الحلوة، أنزل بصوص الطماطم بتاعي مع ريحان مفروم ناعم. ريحان أخضر ده بيتجاب من السوبر ماركت، أو إنك أنت تجيبي ريحان بودر، ده صوص الطماطم بتاعنا. الله عليك، لما أنت كده إيه بتنقم على الحلة. طب أنت شايف بصلاية محروقة، مش لازم يعني يا كبير حبيب هارتي. الله أكبر. طماطم، بصلة ناعمة، تومة. الله أكبر. نقلب كده. عندي صوص طماطم لطيف وجميل. المكرونة هنا تقريبا نص سوا، باخدها زي ما هي كده. الله أكبر. أيوة. وانزل بيها على الله 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 الله. اه تمام، خلصت المكرونة، واسيبها تكمل سوا زي ما احنا شغالين مع بعض كده. هي دي المدرسة، مكرونة فكناها أو حلناها بقليل من الزيت والملح في ماء مغلي. بعد كده جهزنا الصوص بتاعنا اللي هو الطماطم والريحان، ونسيبها تاخد غلوة على النار، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع للتركاية، ونرجع نجاوب على أسئلة كتير من خلال السوشيال ميديا. وأنا بهدي الحلقة دي كل متابعينا على السوشيال ميديا في أنحاء العالم، ازاي نعمل جمبري مالي، جمبري مشوي، سمك فيليه مالي، شويه مكرونه حلوين. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مدرسة المغازي بتقول ايه في عمل البسطة او المكرونة؟ سلق المكرونة نص سوا، وبعدين نعرفها على الصوص اللي تابع ليها او العيلة اللي تابع ليها، كان وايت صوص، ريد صوص، بولونيز صوص، بشاميل صوص، ايا كان الصوص، سبانخ، لازم تستوي معاها علشان تاخد نفس الطعم. طبعا احنا وقتنا المكرونة بسم الله ما شاء الله، شفت الكلام؟ شوية كريمة لباني مع صوص الطماطم، خد اللون البنكي. عملت تركايه كده للامانه والمصداقيه بتحتم عليا، اقول لقيت شويه زيتون في الثلاجه. الزيتون ده موجود في الثلاجه، بيبقى موجود على الفطار، بس خلينا نتكلم بس كده علشان دي مش موجوده في المقادير يا شباب، بس انا دايما بخرج بره النص لمصلحه النص. الزيتون ده زيتون حلو طعمه لطيف، فانا خدت حفنه زيتون بايدي كده تقريبا 20 30 واحده، وحطيتهم في قلب المكرونه. احساسك ايه وانت بتاكل المكرونه بالوايت صوص او بالريد صوص، وتلاقي حبايه زيتون تحت اسنانك حلوه، تقول لك هل من مزيد؟ فواتح شهيه. حلو، هناخد المكرونه دي ونغرفها هنا. الله الله الله، في قلب السمكه. شفت المكرونه وجمال المكرونه؟ الله، لا الريحه لا تقاوم. صلصه الريحان منفرده مع الزيتون الجميل الحلو بالشكل ده كده. شفت الجو ده كده؟ الريحان برضو عشان ضيوفك يعرفوا انك عامله مكرونه بالريحان. شفت التركايه دي؟ اه، ورق الريحان ده على فكره، وزيوت الريحان وزيت الريحان ده معروف. اه، وكل ما كان اخضر كل ما كان احلى. عندك مش موجود جيبي اللي هو الباودر. حلو؟ طب we'll be right back.